كذلك ميزته لونه يتغير، في بداية النهار يكون أبيض وفي منتصف النهار يكون مائل إلى الذهب وفي الليل مائل إلى الأسود. يربط على عنق الجمل. أنا ملك رواندا صرت. أيوه. رسمي. هذا بلاي ستيشن عندنا. عيننا ما عيننا من الماس وكذلك من النفط وكذلك من الذهب. حفرة في أعلى الأهرام. جميل. يدخل للشمس يتعامد على وجه الملك مرة في السنة في يوم ميلاده. وصلنا الهند ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم أبقى استقبالها. يلا بسم الله. تفضلوا حياكم الله، مرحبا بكم في دولة جناح الهند. ما شاء الله. كما تعرفون الهند دولة تاريخها عريقة. تاريخ الذمي يبدأ في الهند قبل 3300 قبل الميلاد المسيح، تاريخ هرابا وموهنجوداره. بعد ذلك جاء البرهمن، ثقافة برهمانية. بعد ذلك بوذية حتى دخل الإسلام في الهند في السنة الهجرية الأولى. بعد ذلك جاء استعمار البريطانية والآن الهند مستقلة. وهذه الخريطة تمثل لنا العصر الإسلامي في الهند. كما تعرفون أن المسلمون قد حكموا 8 قرون في الهند. سبحان الله. وهذه 9 دول الممالك الذين حكموا في الهند. بعد ذلك هذه الخريطة الحالية لدولة الهند. ما تعرفون أعجب شيء في الهند؟ تاج. ما تعرفون التاج محل؟ هذا الضريح، ليس مسجد أولا، وهذا من عجائب الدنيا. لماذا؟ لأنه استخدمت في بنائه 16,000 آمل وكذلك 2,000 فيلة لاستخدام الطوب، وهذا صنع من الرقام الأبيض. و كذلك ميزته لونه يتغير، في بداية النهار يكون أبيض وفي منتصف النهار يكون مائل إلى الذهب وفي الليل مائل إلى الأسود. وبعد ذلك نفس الحجر. هذا كان أبوه بناه ملك شاجه، وابنه كان متدين. وسبحان الله، هذا المصحف، هذا صورة له، هو كتب بيده بخط يده. هذه المصحف كل صفحة له نكهة رائحة خاصة، وكذلك هذا ملمع بالذهب والفضة. ما شاء الله تبارك الله. وهذه قبل سنة كان عندنا تصوير كامل للمصحف ووقفنا للمسجد النبوي. بعد ذلك هذه الأشياء كلها مصنوعة من اليد، صنع اليد. هذا من صنف الذهب، هذا حتى هذا، وهذا كلها مصنوع من الهند. وهذا كما تعرفون يسمى عندنا الشام، تقدم في استقبال الملوك وكذلك في الحروب لإعطاء الإشارات الخاصة. الله تبارك الله. هذا بخط الآن مش خطاط بالثاني. لحظة لايف. مصر أم الدنيا. الشباب وصلنا مصر يزرسيف العظيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مراحل أم الدنيا. حبيبي الله يكرمك. ما شاء الله. أم الدنيا ولا أبو الدنيا؟ لا، أم الدنيا. ليه أم الدنيا؟ أم الدنيا. ليه أم الدنيا؟ سمت بأم الدنيا لأن في قصة سيدنا يوسف عليه السلام زي ما احنا عارفين أن كان 7 سنوات بمعنى القرآن، 7 سنوات كان ما فيهاش أكل، و7 سنوات كان فيها أكل. فكانت مصر من الدول اللي هي في 7 سنوات فيها أكل، كانت تورد لكل أنحاء العالم اللي جنبيهم يعني. ما شاء الله تبارك. عشان كده سميت بأم فصارت أم الدنيا. أيوه، عشان كده سميت أم. ومين هو أبو الدنيا؟ لسه ما لهوش، هو مسافر بقى وجاي. أيوه. المعروف عن مصر طبعا الأهرامات. جميل. المعروف احنا جينا نقول للناس لأن مصر فيها غير الأهرامات، فيها معابد وفيها أماكن سياحية وأماكن تراثية غير الأهرامات. فإحنا جينا هنا المكان ده استوحيناه من معبد الكرنك في الأقصر. أيوه، جبنا فكرة يعني استوحيناه منها، اللي هي الأعمدة دي. الأعمدة دي طبعا مكتوب عليها اللغة الهيروغرافية. أيوه، دي موجودة هناك في المعبد. فجبنا يعني جزء بسيط من الحضارة الفرعونية. تمام. ومصر ما شاء الله تبارك الله مليئة بالحضارات والعادات، ومرت عليها يعني حقب زمنية كثيرة جدا. والحمد لله الآن طبعا في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتح عمر بن العاص مصر في عام 20 هجريا 641 ميلادية، ودخل فيها الإسلام. وإلى يومنا هذا اللهم لك الحمد مصر دولة إسلامية. برج الشمس كان يستخدم قديما أيام الفراعنة لمعرفة الأوقات، معرفة الأوقات يسمى بالمسلة أو برج الشمس. كانت تمر الشمس من خلاله، فكانوا يحددوا الأوقات. وكان من دقتهم في، أو ما شاء الله، من معلمتهم في الفلك، كانوا معرفتهم في الفلك كانوا يضعون الملك عندما يدفن الملك داخل الأهرام. جميل. كانت توجد فتحة في الأعلى الأهرام، وكان الملك مدفون في داخلها ويوضع في داخلها. ففي داخل غرفة التي في يوضع حفرة فيها التابوت، قلت لي فوق هذا حفرة في أعلى الأهرام. جميل. يدخل للشمس يتعامد على وجه الملك مرة في السنة في يوم ميلاده، في 350 يوم كل سنة في يوم ميلاده تتعامد الشمس على وجه الملك. كان عندهم برضو التحنيط، فكانوا يأخذون جثة الملك أو الفرعون الذي يموت ويشقون بطنه، يخرجون القلب ويضعونه في علبة مثل هذه. يوضع القلب في علبة والمخ في علبة وباقي الأعضاء في علبة أخرى، وتوضع بجوار التابوت. فكان يوضع داخل التابوت ويغلق، ويغلق التابوت جيدا، وتوضع بجواره هذه القطع، هذه القطع اللي فيها القلب. نعم. والبعض الأعضاء، واحدة للقلب، واحدة للمخ، واحدة لباقي الأعضاء. عند الأهرام الكبير للملك خوفو
الوسط للملك خفرع، الصغير للملك منقرع. طبعا الاسماء والمعلومات ديت اكتشفها العلماء بعد فكهم لرموز الهولوغرافيه. عربه الهكسوس عندما احتل الهكسوس مصر في عهد الفراعنه، احتل الهكسوس مصر، حاولوا الفراعنه هم يرجعوا مصر فما قدروش، فعملوا ايه؟ راحوا اخذوا الافكار بتاعتهم والعربات الحربيه اللي مع الهكسوس وصنعوا افضل منها وهزموا الهكسوس وطلعوهم برا مصر. فديت العربه الحربيه كان يركب عليها الملك او يركب عليها القائد المعركه ويسحب رأوا الجيش. ده طبعا شكل الملك احمس، اصغر ملك كان في مصر. مهرجان الثقافة والشعوب الحادي عشر، الحقيقة العالم في خيمة والعالم أجساد في روح واحد، حب الإسلام وحب المملكة العربية السعودية. جمهورية صومال، حنوصل الحين صومال. سودو هذا كسودو هذا جناح صوماليا. أهلا وسهلا، يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا في جناح الصومال. ما شاء الله تبارك الله، إيش عندكم أنتوا هنا؟ الصومال يستعملون هذه الأشياء وأكثر، لكن جبنا هذه الأشياء للمثال. مثلا هذا تسمى، هذا يستعملون لمخدة. هذا مخدة، مخدة للرأس. للرأس حلو، يستعملون بها بهذه الطريقة، ينامون على الرقبة والرقبة ما تتحرك. يعني الطيران الآن لما نركب الطيران نستعمل مثل هذا. أيوة. يحطها على الرقبة وننام بهذه الطريقة مثلها هكذا. فقط الرعاة لما يذهبون إلى الخارج يأخذون معهم. يعني يا شباب أتوقع شيء زي كذا، هو أتوقع مريح. والرقبة تتحرك، يعني أنا حسيت إنه الرقبة ما حتتحرك. لا 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 عادي. وكذلك هذا يحافظون على الحليب. هنا يحافظوا على الحليب. أيوة، لما يأتون الحليب من الجمل يحطونه في هذا المكان، يحافظ على الحليب. ليش؟ يحافظ كأنه وعاء. هذا وعاء. بس من إيش هذا؟ من الخشب. من الخشب كله. وهذه عملة الصومال تسمى شلن. هذه عملة شكلها 17 مليون شكل. مسكها خلاص على وشك، يمكن حيتبرعني هذا المهرجان. عملة الصومال سلم، وهذا يحفظون فيها الحليب الماء وتحافظ على البرودة. الراعي لما يذهب للخارج يأخذ معه، وهي من خشب. أنا شايف الحليب من خشب وهذا من خشب. والله نفس الخشب كما أعتقد، بس في اختلاف. في بعد ما يجهزون الخشب يسوون من الداخل نار وزي كذا. حلو، فيحافظ ويحافظ على. وهذا مسوى من طين، وهي مبخرة. هذه مبخرة. مبخرة. كل الجزر في إفريقيا وبشكل عام يخدموا هذه لتعليم القرآن والحروف أتوقع. صدقت صدقت. في البداية عند بعض الدول، بعض المناطق في الصومال الآن يستعملون. بعضهم يستعملون في البداية حتى ما يخلص جزء أو جزئين وخلاص يبدأ من القرآن، لكن بعضهم يبدأون بهذا ويختمون بهذا. هذا يصدر صوت. يربط على عنق الجمل عشان الراعي لما يختفي منه الإبل عشان يسمع هذا الصوت ويأخذه بطريقة. طب يا أخوان وصلنا رواندا، خليكم معنا. أنا ملك رواندا صرت. أيوه. رسمي. هذا ملابس للسلاطين. هذا التاج. هذا التاج. أيوه. أكيد هذا تحكم. هذا التاج. تحكم البلد. كده أحكم البلد. أيوه. إيش هو رواندا؟ الرواندا يسمى جبل بألف تلة. وتقع في شرق افريقيا. بس انا بشوف يعني ما شاء الله تبارك الله كزي مسوين. أيوة. بطريقه يعتبر طريقه شعبيه وقديمه. يعني ايوه كان قديم، كان الملك يبنون هكذا وكانوا يستخدمون هذا. هذا جلد ماعز. جلد ماعز. ايوه. وعندنا ايضا كما ترى غوريلا، غابات. أيوة. غابات كثيفة عندكم. كثير عندنا. مرحبا. الان دخلت في رواندا. الان دخلت في رواندا بدون تاشيره. بدون تاشيره، بدون سفر. أيوة. بدون طياره. ستخرج مع جنسيه مجانا. مجانا. حلو. عندنا ما شاء الله، حياكم الله. نبدا في اشياء نستخدم يوميه. الاشياء اليوميه. ايوه. هذا نسميه ايجيسيتشي، هذا الخزان نضع فيه اشياء طعام. ايوه نزرع وبعدين نضع فيه. ايضا هذا صح كانوا ناكل فيها. ايوه. وهذا ايضا يوجد عندنا، هذا خزان الزيت. هذا ما حد يصنع، هذا النبات. هذا النباتي. هذا نبات نباتي تنظفوه من جوه تحطوا فيه زيت، او هو يكون فيه له زيت؟ لا لا لا، نحط فيها زيت. تحطوا فيها زيت. ايوه جميل. نضع ونجفف بعدين نحط فيها زيت. جميل. ايوه. هذا لعب نسميه جيسوروس. هذا بلاي ستيشن عندك. ها؟ هذا بلاي ستيشن. هذا هو بلاي ستيشن. ايوه هذا هو بلاي ستيشن 5. هذا هذا ايش هو هذا؟ غير قديم. كفر كذا. اذا لعب الشخص ما يخرج. لن يخرج. لن يخرج. يا سلام، يعني ما في خاسر. ما في. ايوه. كيف اللعبه هذه الان؟ يكون واحد هنا واحد هنا. واحد هنا. أيوة. واحد هنا. أيوة. طيب ويركز تركيز. اذا بعد اللي ياخذ اكثر احجار هو. أيوة. اللي فايز. علم. انا كاني فاهم الهرجه. ايوه. انا دخلت معاكم في المدينه ما شاء الله. انت عارف هذا للرقص
ايش هذا يا رجال؟ هذا الرجال هذا كانوا يخوفون الحيوانات بهذا الصوت. ايوه هذا الصوت كذا. انت كذا خوفت الحيوانات كذا يخافوا من الحيوانات. أيوه. لكن الان يستخدمون على الرقص يشيرون. شباب وصلنا انغولا. سيشن بين فيندوش او نص بايش انغولا. في دولتنا نعرض ما فيها من الثقافات وكذلك المجالات السياحيه وكذلك ما عندنا من الاغنى من الاموال وما اشبه ذلك. عندنا ما عندنا من المال وكذلك من النفط وكذلك من الذهب. ما شاء الله يعتبر دوله غنيه. نعم والله المستعان. اللهم لك الحمد يا رب. الحمد لله. وكذلك عندنا تفضلوا معنا عندنا من المجالات السياحيه ومن اشهرها كالندولا هذا بلغتنا وكذلك سيرا دليبا هذا الله بديع السماوات والارض هذا طريقي هكذا على الجبل ما شاء الله. وكذلك عندنا من المأكولات ما عندنا ومن اشهرها العصيدة الأنغولية. وعندنا حيوان يميز انغولا من غيرها من البلدان هذا الحيوان يقال بلانكا السوداء الأنغولية. هذا اذا قتلناه فربما ندخل في السجن لطول. الله الله المستعان. الله 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 فكنا الله يحمي والديك. هذا هو عاد مالي عذرونا الدنيا مزحمه عندنا ما شاء. يا مرحب ويا مسهل كيف حالك؟ طيب ايش اخبارك محمد؟ الله يسعدك. ايش رايك انت في المعرض؟ المعرض والله بس خلينا نطفي ده المعرض باختصار. صراحه فكره مره حلوه انك تيجي تشوف تسافر اي دوله انت في نفس المكان تشوف تاخذ مع تاخذ 80 دوله هنا موجوده في نفس 80 دوله 80 دولة. ما شاء الله انا يا رجل دخلت هنا وخرجت هنا اخذت معلومه تطلع انت مثقف وانت تطلع مثقف ما يحتاج انك تسافر والله ما يحتاج تسافر عرفيه في دول كثيره ترى ما كنت تعرف عنها اشياء والله بعد ما جيت هنا دخلت واخذت منهم كلمه وفي نفس الوقت كان في بانر كذا مكتوب فيه معلومات عن البلد فمره شكرا اتشرفنا فيك نحن في القناه الله يسعدك والله العظيم انت جوالك ان شاء الله بس الله يسعدك شرف لي يا عيني الله يسعدك ويعطيك فرصه سعيده حطوا لايك واشتراك وانشروا المقطع في كل مكان وجزاكم الله خيرا. طيب يا اخوان الله يسعدكم ويعطيكم العافيه. كده نحن وصلنا نهايه حلقه اليوم. اعطونا رايكم في التعليقات ونشوفكم في الحلقات القادمه. سلام سلام.